بسرعة دلوقتي هنروح على question number 7. punctuate the following sentence. المطلوب منك هنا انك تعمل لي علامات الترقيم. يبقى اول ما الاقي punctuate the following sentence يعني حط لي علامات الترقيم. طب ايه علامات الترقيم؟ طبعا بداية الجملة او بداية السؤال لازم يبقى capitalized، فهنا W خليناها capitalized. where are أحمد and Sarah from؟ where are أحمد and Sarah from؟ طب أحمد أول letter طبعا الـ A لازم يبقى capitalized، سارة لازم تبقى الـ S capitalized، ليه؟ علشان دي names. طب إيه كمان عندي؟ مثلا عندي الـ pronoun I لو جه في نص الجملة لازم يبقى capitalized. عندي الأماكن جيزة، كايرو، ريفر نايل، الأماكن المشهورة جيزة زو، لازم يبقى إيه؟ capitalized. طيب هنا where are أحمد and Sarah from؟ question marks حطيناه طبعا ليه علشان ده question، لكن لو جملة ده question where are أحمد and Sarah from، فأنا حطيت question mark. طب لو جملة عادية مثلا I go to school by bus مثلا، فهقول ايه؟ I capitalized go to school by bus وفول ستوب في آخر الجملة. يبقى البنك شوبيت بيبقى عندك بناء على علامات الترقيم المزد في الجملة، اللي بتبقى مزد في الجملة. مطلوب منك ايه؟ أول حرف دايما دايما عندك لازم يبقى كابيتالايز، وطبعا في نهاية السؤال بنحط question mark، وفي نهاية الجملة بنحط ايه؟ فول ستوب. طب ايه كمان؟ أسماء البلاد، أسماء المدن، أسماء مثلا منى سارة، أسماءنا احنا بتبقى أول حرف برضو كابيتالايز. وبرونامون اي عندي عربيك وانجلش، أول letter برضو إيه؟ Arabic capitalized. إيه كمان يا مس؟ هو ده أهم حاجة. طيب بيجي لي هنا كام punctuation marks يا مس؟ في عندي هنا ممكن يجي لي 2، هنا عندي في الجملة 4، 1 2 3 4، بس المطلوب منك بس بيبقى 2، يعني هيجي لك جملة هتعمل ليها punctuation لتو mistakes، يعني هتحط لي علامتين بس ترقيم، مش مطلوب منك اكتر من كده. اوكي، اخر سؤال عندك بيبقى copy the following sentence in a good طبعا hand writing. بيجي لك مش جملة واحدة، دي مواصفات قديمة، المواصفات الجديدة دلوقتي بيجي لك جملتين، جملة تكتبها بخط جميل والجملة الثانية برضو تكتبها بخط جميل. copy يعني ايه؟ copy and paste، يعني تنسخ الخط اللي قدامك، الجملة اللي قدامك هتنسخها بخط جميل. فيعتبر ده من الأسئلة اللي احنا يعني بتبقى هدية للطالب، وده طبعا الأسئلة ديت المواصفات دي جاية من الوزارة، فبيبقى ده هدية للطالب. طبعا المفروض تكتبه بخط جميل، بيبقى عندك جملتين، وطبعا زي ما انت شفتوا كده المواصفات بمنتهى السهولة. السؤال الأول listening، السؤال الثاني listening، ما نتسرعش فيهم، ما نتسرعش لو سمحت. لو سمحت انت ابدأ حل كل الأسئلة معاك ما عدا أول سؤال وتاني سؤال، انتظر المس لحد ما تجيلك تقرأ لك listening علشان تحل بناء عليه question number 1 and number 2. 3 طبعا زي ما احنا قلنا 2 parts، المفروض ان انت تعمل بيهم connection علشان يديك 1 sentence، وممكن تعمل مثلا connection من question والanswer. والanswer مثلا اقول لك ايه؟ what's your father's job؟ واجيب لك هنا مثلا an engineer. خلاص ممكن اقول لك how old؟ اكتب لك هنا are you؟ وتكمل بس ال 2 parts عشان يديك لا sentence او question. اوكي، أو question والanswer. السؤال الرابع طبعا زي ما احنا قلنا على الجرامر، ناخد بالنا من present continuous tense، ناخد بالنا من this و those والpronouns طبعا. والسؤال الخامس هنا جايب لك word ومعمول لها unscramble، يعني حضرتك هتعيد ترتيبها تاني علشان تديك الكلمة الصح بالشكل اللي احنا اتعلمناه وعرفنا نحل السؤال ده ازاي. ياريت ما نتسرعش ونعمل بخط رفيع كده بس الحروف اللي احنا استخدمناها علشان لو في حرف ناقص نفتكر على طول ونعيد كتابة الكلمة تاني. اوكي، وياريت لو حافظين الكلمة نكتبها برضو قبل ما نبص على الايه، على الحروف، ونتأكد من الكلمة والحروف اللي عندي علشان ما يكونش متلخبطة. والجمل هنا طبعا اتمنى ان انت تكتبوها في present continuous tense، لو كتبتوها في present simple it's okay، بس هنا يعني الصح افضل ليها طبعا، صح اكتر ان انت تحطها لي في present continuous tense علشان دي حاجة continued action، يعني حاجة مستمرة. وسؤال البنكتويشن وسؤال القبيه
وهو ده امتحان ثيرد برايمري. اتمنى ان انا اكون سهلت عليكم الدنيا شوية وعرفنا شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي، ونجاوب بالراحة كده ونراجع مرة واثنين وثلاثة. وبالتوفيق يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.